بأحوال الطقس واستمرار الاضطراب الجوي على المناطق الجنوبية للوطن، ولتفاصيل أوفى معنا الزميلة أمينة الصحراوي على المباشر. أهلا بك أمينة. أهلا بك إيمان، صباحك سعيد ليك والكاملة مشوفوا في قناة النهار. إذا إيمان كما ذكرتي فيه أمطار مرتقبة إن شاء الله ابتداء من ظهيرة اليوم بولاية تمنراس وجنوب إليزي على جوائه جانت. أمطار هذه حتكون من الزوج تاع العشية حتى التسعة تاع الليل، كمية الأمطار راح تتعدى 30 ملم محليا. إن شاء الله حتكون أمطار خير. الشمال ثاني الشرقي أو يشهد تساقط لأمطار خاصة بالأوراس خلال حاليا، يعني معلش إن شاء الله حتكون فيه ثاني أمطار رعدية تكون غزيرة محليا على المناطق الساحلية والداخلية الشرقية للوطن. يعني تحسن في حالة الطقس بالأوراس راح يكون خلال المساء. عموما تبقى الأمطار تخص المناطق الشرقية للوطن، أجواء صافية بالولايات الغربية والوسطى ومن صافية إلى مغشات على باقي الولايات الجنوبية. عموما إيمان هذه الأمطار هذه راهي تخص المناطق الشرقية وكذلك منطقة تمنراس، خاصة بمنطقة تمنراس حتستمر لعدة أسابيع. درجة الحرارة الفصلية في معدلاتها الفصلية الملاحظ اليوم هو نسبة الرطوبة العالية بالسواحل الوسطى وكذلك الشرقية للوطن. درجة الحرارة تقول أنها نقصت شوية مقارنة بالأيام اللي فاتوا بالجنوب، سجلت في حدود 45 درجة بمنطقة عين صالح وكذلك بأضرار تيميمون تيمياوين وركان وكذلك بتندوف. إذا إيمان طبعا الجديد راح تشوفوه معنا في نشراتنا اللاحقة. تفضلي إيمان. شكرا جزيلا لك أمينة على هذه التفاصيل بخصوص الوضعية الجوية.